موجز 9 من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بموقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من القضية الفلسطينية، وقال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية للحركة في إقليم خارج فلسطين أمس الاثنين: تعبر حركة حماس عن اعتزازها بالموقف الجزائري الخالد الذي عبر عنه الرئيس عبد المجيد تبون خلال خطابه بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وأضاف أن كلمات الرئيس تبون تعكس أصالة الموقف الجزائري باعتباره قضية فلسطين أحد أبرز ثوابت السياسة الجزائرية، وأنها ليست للمزايدة أو المساومة. ولفت إلى أن حركته ترى أن القيمة الحقيقية لكلمات الرئيس تبون أنها تمثل رسالة تعزيز وطمأنة لشعبنا الفلسطيني، وبأن رياح التطبيع ستنكسر على صخرة الموقف الجزائري الأصيلة. صرح نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري بأن التحركات الدبلوماسية لحضور سوريا القمة العربية تسير في الاتجاه الصحيح. نقلت صحيفة الوطن السورية الاثنين قوله أن سوريا تتابع الأمر وهناك تحركات دبلوماسية راسخة وقوية في الاتجاه الصحيح. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في مقابلة إعلامية مؤخرا أنه من المفروض أن تكون سوريا حاضرة في القمة المقررة في مارس 2022. تعرض منزل عائلة المناضلة والناشطة الحقوقية الصحراوية سلطان خيا بولاية بجدور المحتلة أمس إلى اعتداء همجي من قبل عناصر تابعين للأجهزة القمعية التابعة لدولة الاحتلال المغربية، بعد تمكن المناضلة الصحراوية أم المؤمنين عبد الله إبراهيم من ولوجه، حيث أصيبت هذه الأخيرة بجرح على مستوى العين. وتواصل قوات الاحتلال المغربي حصارها لبيت أهل خيا في بجدور منذ 13 نوفمبر 2020. تنتهي اليوم مهلة تقديم الطعون في الانتخابات الليبية، فيما يتواصل التوتر حول محكمة سبها الابتدائية، حيث يسعى محامو سيف الإسلام القذافي إعادة موكلهم للسباق الرئاسي. وتقول الأنباء إن مسلحين يحاصرون مبنى المحكمة في مدينة سبها، وإن قضاة المحكمة تعرضوا للتهديد لمنع اجتماعاتهم واكتمال النصاب للبت في الطعن المقدم من محامي سيف الإسلام في قرار المفوضية الليبية العليا للانتخابات القاضي بعدم أهليته. وفي السياق، دعت شخصيات ومواقع إخبارية لتنظيم مظاهرة سلمية صباح اليوم أمام مبنى مجمع المحاكم في مدينة سبها. توصل مرصد سبتة ومليل التابع لمعهد الأمن والثقافة الإسباني في تقرير قدمه اليوم الاثنين يحلل فيه الحركات المدارة من المملكة المغربية في كل من المدينتين وفي الجزر المتواجدة على سواحلهما. توصل إلى أن المغرب وضع المدينتين في المنطقة الرمادية لممارسة نفوذه بقصد استرجاعهما من خلال استخدام استراتيجية هجينة بأدوات بعيدة كل البعد عن القوة العسكرية التقليدية. وأشار التقرير إلى أجندة المغرب لتوسيع نفوذه على المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي. قال وزير أراضي ما وراء البحار الفرنسي إن حكومة بلاده سترسل تعزيزات أمنية بما في ذلك وحدة للتدخل السريع، كما ستمدد حظر التجول المفروض على جزيرة غوادلوب الواقعة في الكاريبي بعد أسبوعين من القلاقل. وقال الوزير سيباستيان لوكورنو الذي أرسلته فرنسا لإنهاء الأزمة مطلع الأسبوع، قال إن 70 شرطيا سيصلون إلى الجزيرة اليوم الثلاثاء ومعهم فريق من قوات التدخل السريع. أصبحت بربادوس فجر الثلاثاء أحدث جمهورية في العالم بعد إعلان تحررها من سلطة التاج البريطاني، وجرى ذلك في حفل رسمي حضره ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز. وخلال الحفل أقسمت الحاكمة العامة للجزيرة الكاريبية ساندرا ميسن اليمين الدستورية رئيسة للجمهورية الوليدة،
وأنزل علم المملكة الذي كان يمثل خضوع بربادوس لسلطة الملكة إليزابيث الثانية وللتاج البريطاني. نهاية الموجز في أمان الله.